بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد طلب مني الأخ جمال الباكستاني بارك الله فيه نصيحة لإخواننا في لندن في بريطانيا بما يتعلق بطلب العلم والرحلة لطلب العلم، وأن منهم من يخاف من الأوضاع في اليمن أو يظن أن الأمور فيها حروب. نعم، هناك حوثي وحروب في بعض مناطق اليمن في شمال اليمن، وأما في جنوب اليمن في عدن في الضالع في حضرموت في المهرة في شبوة في أبين ونحوها من المناطق التي حولها، فهذه ليس فيها أي حروب، والأمر فيها طيب جدا، وطلاب العلم في خير وفي سكينة، ويذهبون ويأتون في طلب العلم، ولا يحصل لهم أي شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. وطلب العلم كما تعلمون إخواني في الله يحتاج إلى صبر، فالأنبياء صبروا في هذا الطريق في طلب العلم. موسى عليه الصلاة والسلام رحل وترك أهله وترك دعوة بني إسرائيل وتعليمهم لأجل يتعلم علما ليس عنده، الذي عند الخضر أوحى الله إليه. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك ولده وهو الطفل الرضيع وترك زوجته وخرج لتبليغ هذا العلم وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يرجع إلا وقد صار ولده شابا. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم ترك مكة التي هي خير البقاع وأحب البقاع إلى الله تعالى، وخرج في تبليغ العلم وفي نشر هذا الإسلام. وحين خرج من مكة جعل يقول: والله إنك لا خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت. فخرج لأجل هذا العلم والدين. والمسلم إخواني في الله كما تعلمون لا يجوز له أن يقيم وأن يستوطن بين أيدي الكافرين، بل يجب عليه إذا لم يستطع أن يقيم دينه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين ليقيم الدين. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالمسلم القادر على الهجرة إلى بلاد المسلمين يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين ليقيم دينه ويحافظ على استقامته وليموت بين أظهر المسلمين. فنعم إخواني في الله بارك الله فيكم، فالنصيحة أن تستعينوا بالله سبحانه وتعالى وأن تتوكلوا عليه في الهجرة إلى بلاد الإسلام، ولن يضيعكم الله. فالله تعالى يقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه، يجد السعي وسع الله تعالى عليه. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فالله تعالى وعد المهاجر بأنه إن عاش إن حي يوسع الله تعالى عليه ولن يضيق عليه، ووعده بأنه إن مات أنه يؤتيه الأجر العظيم والمغفرة والجنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. والمسلم يحتاج إلى تعلم دينه وإلى طلب العلم بين المسلمين. بلاد الكفر فيها شبهات قد يتلبس على الإنسان دينه، فيها الإلحاد، فيها الدعوة إلى الكفر، فيها الدعوة إلى سائر الملل، أيضا فيها شهوات فتن الدنيا من المحرمات والمنكرات والفواحش والخمور. فالمسلم إذا هاجر وعاش بين المسلمين سيرتاح وينشرح صدره ويرى ما عليه أهل الإسلام من الخير والاستقامة والالتزام بالدين، فيحصل له بذلك خير كثير. فنسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. أخوكم أبو عبد الرحمن رشاد
ابن أحمد الضالعي في يوم السبت السادس من شهر ذي الحجة الحرام لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وإياكم، الله يحفظكم.